صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأمير مولاي الحسن وهو يتجول في شوارع الدار البيضاء بسيارة رباعية دفع، ويظهر الأمير مولاي الحسن بجلباب أبيض وهو يسوق سيارة متجها على ما يبدو إلى القصر الملكي بالدار البيضاء لحضور الدروس الحسنية الرمضانية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم فيديو اضغطوا على زر الإعجاب.